إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله دائما بخير. درسنا هذا اليوم هو عن منهج القديم للغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي، شرح وحل أسئلة امتحان إنجليزي وزاري الدور الأول 2019 بكالوريا. يجب على التلميذ تعلم معرفة كيفية استخدام محفظة كلمات درس قراءة أملاء أو معنى. علق بتم إذا وصلك الفيديو المنشور ضمان متابعتك إلنا. اسم قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك، إنستغرام، تليجرام، جميع مواقع التواصل الاجتماعي. إنجليش وذ وائل، الإنجليزية مع وائل. سبسكرايب، اشترك الآن. آسف على عدم الرد لكثرة المشاغل، يعني دا أريد أقدم لكم مساعدة، فدا أنشركم فيديوهات، يعني التعليقات أكو ما دا لحق أرد عليهن، بس دا أشوفهن أكو حلوات مثلا دا أنشرهن، رسائل دا تجي ما دا أقدر ألحق أرد عليها، صار تقريب 5000 رسالة ما أقدر يعني أرد عليهن. أنا أعتذر منكم، بس الشيء اللي تريدوه مثلا إذا شيء مهم اكتبه بالتعليقات، وذاك وعدنا اصلا جروب تقدرون تنضمون اليه، كتبوا هناك الشيء اللي تريدوه، انا اذا اشوفه مهم واقدر اساعد به راح ارد لكم عليه او اسوي لكم فيديو خاص به. يرجى مراجعه فيديو الدروس السابقه بقوائم التشغيل الخاصه بكم. اليوم هذا الفيديو عن امتحان اللي هو صار البارحه الخميس 16/5/2019، اللي هو الدور الاول مال امتحان نهايه السنه، فاينل اكزام اول يونتس، بجميع اليونتات، ماي 2019. يخص منه هذا؟ هو يخص المنهج القديم للغه الانجليزيه للصف السادس ابتدائي، بس هسه حاليا مو للسادس ابتدائي، هو يخص المسرعين اليافعين اللي هم ابتدائي مسائي. شنو فكره ذولي المسرعين اليافعين؟ ذولي الطلاب ما قدروا يكملون دراسة بالمدرسة الابتدائية النهارية الاعتيادية الصباحية مالتنا، يعني ظروف، اما رسب او عمره صار كبير او عده ظروف او يشتغل، يعني كل من ظروفه، المهم ما قدر يكمل هنا. فمدرسة عادلها ماكو بالعمر الابتدائية مسائي، فوين يروح؟ يروح مثل المسائي، يسموها مسرعين. اكو طلاب الباحة يقرأ الاسئلة وشاف الاسئلة عباله مسرعين، يعني دا يقصدون التسريع. ترى اكو اختلاف بين التسريع والمسرعين. التسريع الطالب اللي هو مجد ومجتهد ومتميز ومتفوق، يريد يسرع من الخامس ينجح خامس وسادس ويروح اول متوسط، هذا يسموه تسريع. بس بين هذول الطلاب هم خلينا نقول الضعفاء شويه، هم مسرعين، عمره تجاوز السن القانوني، فما يصير يروح بعد الابتدائيه، يروح بهاي المدارس اللي هم مسرعين يافعين ابتدائية المسائي. بيها كم مرحلة؟ ما بيها مثل ابتدائية 6 صفوف من الأول للسادس، لا، بيها أول وثاني وثالث. المرحلة الثالثة هي تعادل السادس ابتدائي، المرحلة الثالثة ما تتعادل السادس ابتدائي مال التعليم المسرع، اللي هم هم عندهم كتاب وكراسة، بس نفس المنهج القديم كانت. راح نحل لكم أسئلتهم حلوة، هسه راح تشوفها أنت على هذا المنهج اللي هو جديد ومكثف وأكو اعتبره صعب، بس لو تدرون ايش قد فادكم وقواكم. هسه انت بدون ما تطلع على هذا المنهج راح تقدر تحلهن وتشوفون ايش قد سهلات، بينما هم الطلاب ذولي المسرعين يافعين على هالمنهج القديم وتلقى بيهم اكو طلاب ما دا يقدر ينجح. ليش؟ لانه مستوى ضعيف. شكرا لله ثم شكرا لكم لدعمكم وتشجيعكم ودعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة المحفزة المشجعة اللي اعتذر عن عدم الرد عنها. شاركوا الفيديو لكي تعمل فائدة ويستفيد الجميع. زكاة العلم نشره والدال على الخير كفاءة. شرح وحل أسئلة امتحان الدور الأول إنجليزي وزاري التعليم المسرع. علق بخمس ملصقات 5 تعليقات أو أكثر لدعم الفيديو المنشور ضمان متابعتك إلنا. شكر خاص لدعاقون بأكثر من 50 و60 و100 تعليق في سبيل دعم القناة ويوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الطلاب اللي يحتاجوه. هاي شكل الأسئلة. شلون تعرفها مال التعليم المسرع؟ كاتبي لك هنا أنا examination in English for primary stage 3. stage 3 معناها المرحلة الثالثة للابتدائية، يقصدون بها التعليم المسرع. تاريخ هي نفس تاريخ ماتكم،
وفكرتها هي حلوة وسهلة كلش، راح يشوفوها. هم يعني تقريبا نفس تقسيم الأسئلة هي شيء. المهم السؤال الأول هو عبارة عن قطعة خارجية، طبعا ملاحظة اللي هي الثابتة عندكم وعند كل الأسئلة، كل امتحان إنجليزي يقول لك now to answer all the questions، ملاحظة أجب عن جميع الأسئلة، وهم دا يترجموها هم أصلا بالعربي. القطعة الخارجية اللي هي أصلا فكرتها من ضمن المنهج، يعني أسسته كمنهج جديد للسادس ابتدائي. لا بعد ماكو قطعة خارجية، أكو قطعة مرئية محددة من الوزارة، بس قبل كانت أكو، وبعدها هسه التعليم المسرع أكو قطعة مو خارجية خارجية ولا معروفة، وإنما هي من ضمن نصوص كتاب. المهم question one، سؤال أول، read the following passage carefully، اقرأ القطعة التالية بعناية باهتمام. Then answer with true or false for the sentences، وبعدين أجب بصح وخطأ، true false كلمة، الفايف اون لخمسة فقط، 20 ماركس من 20 درجة. شوفوا فت سؤال حلو سهل، شو يقول؟ يقول فريداز فيفورت ليسن از ماث، فريدة درسها المفضل هو الرياضيات، هاني doesn't mind science، هاني لا يهتم لدرس العلوم، هاني's favorite lesson is art، درس هاني المفضل هو الفنية، فريدة likes watching DVDs، فريدة تحب مشاهدة الDVDs الأفلام الDVD، she doesn't mind playing tennis، هي لا تمانع أو لا تهتم للعب التنس، she doesn't like listening to the radio، هي لا تحب الاستماع للراديو. قطعة من سطرين، شوف السهولة والبساطة. المهم number one يقول لك فريدة's favorite lesson is religion، درس فريدة المفضل هو التربية الإسلامية، هذا الشيء خطأ، هذا الطالب أصلا هو حالها. راح تجي ترقم question one، number one false خطأ، number two يقول لك هاني doesn't mind science، هاني لا يهتم أو لا يمانع درس العلوم، ما يهتم درس العلوم، وهذا الشيء ترو صحيح، مو هالقد يعني يحبه، مو لا ما يحبه ولا يحبه، يعني ما يهتم له هالقد، مو فد شيء مهم عنده. نمبر 2 ترو صحيحه. نمبر 3 يقول لك هانيز فيفورت ليسن از ارت، هاي طبعا القطعه متعلقه، هاي الاسئله متعلقه بهاي القطعه، يعني تقدر تاخذهن من انا. بس مثلا هانيز فيفورت ليسن از ارت نفسها راح تجي تلقاها، هانيز فيفورت ليسن از ارت، شوفها كنا هيك نعلم الطلاب، هذه الجمله نصا تلقاها فتعطيها ترو. نمبر 4 فريدة لايكس لسننج تو ذا راديو، فريدة تحب الاستماع للراديو، هي هنا موجودة she doesn't like listening to the radio، إذن متناقضة false. number 5 she doesn't mind playing football، هي لا تهتم للعب كرة القدم، وهذا الشيء هي هناك كانت ما تهتم للتنس فهذا الشيء false. والبعدها فريدة likes watching DVDs، فريدة تحب مشاهدة الDVD وهذا الشيء true صحيح. إذن 6 جاوب 5 تترك وحدة من 20 درجة، يعني الوحدة عليها 4 درجات، شوف يعني 4 في 5 هي 20 درجة، حلو. يعني هذا قلنا مع المرحلة الثالثة تعليم مسرع انجليزي دور اول، ماكو البارحة اكو صاير عندهم اشتباه عبالهم هاي مال تسريع او مال منهج القديم صاير خطأ، هي بالعكس هاي مو خطأ مطبعي، هاي اسئلة تخص غير مراحل، يعني تخص غير ناس، ما تخصكم انتو سادس ابتدائي، تخص تعليم مسرع. المهم question 2a السؤال الثاني فرع اي، يريدك تختار بين الاقواس قواعد، زين راح نجي نختار هسه، هاي على معلوماتكم تقدرون انتم تحلون بها، حاول تتوقف الفيديو اختبر نفسك ايش الفائدة، هي لا تقدم ولا تأخر عليك، من هو ابو الطالب ابو التعليم المسرع واللي هو اصلا تعليم مسرع يخليه يستفاد من عندها. شيل من عندك يقولك number one we prefer going، نحن نفضل الذهاب، عندنا كار وسيلة من وسائل النقل، شو نخلي وياها؟ باي لو اون، اكيد باي، عافية احسنت. question 2 فرع اي نمبر 1 اللي هي باي، ويا جميع وسائل النقل نخلي باي، قلنا الاون بس ويا الفوت، كل وسائل النقل نقولها باي والاون بس ويا الفوت، وهاي وسيلة نقل من باقي الوسائل فنقولها باي. نمبر 2 حسام اند هدى، حسام وهدى ذول كانوا ابطال المنهج السابق، شبيهم ليف لو ليفز ان بغداد، مدام اسم مفرد زائد اسم مفرد صاروا اسم جمع اثنين فياخذ فعل مجرد اللي هو ليف.
Number three. Let's play or to play this computer game. هيا نلعب هذه لعبة الحاسبة. ورا let's احنا متفقين ان الفعل يكون مجرد. Let's play. Number four. There are لو is اش تختار؟ عندك 25 pupils in our class today. 25 تلميذ بصفنا اليوم. يوجد 25 تلميذ بصفنا. مدام رقم واسم جمع بس اذا اختار ويا الجمع ايش اختار يا شطار؟ اختار ار. عافيه. نمبر 5 يقول لك اي هاف اللي هي صارت اختصارها ايف. ايف عندنا هذا الفعل هاف والهاز هو دائما يجي وراء الفعل تصريف ثالث. فهنا ايش دا يقول لك؟ دا يقول لك جوت لو جيت تو سيسترز. هو لدي انا لدي اخوات اثنان. ايف شنو؟ جوت فعل تصريف ثالث. هاي تصريف ثالث شوية تدوخكم. المهم خذ حتى كمصطلح انه ورا الايف جوت. نمبر 6 يقول لك هي كان لو از ران فيري فاست. هو مدام فعل مجرد عندنا فنخليه لك كان. هي كان ران فيري فاست هو يستطيع ان يركض بسرعه. الاز تريد وراها فعل وبل اي ان جي او صفه بينما الكان تريد وراها فعل مجرد. هم جاوب 5 تترك واحده قلنا مال التعليم مسرع حتى مو واحد يشتبه ويقول ها هاي اسئلتنا. راح اعيدها عدة مرات حتى تنتبهون. السؤال الثاني فرع بي. السؤال الثاني فرع اي كان 10 درجات. السؤال الثاني فرع بي 10 درجات. هذا ابو التوصيل نفس الفكره همتين. يعني خلينا نقول فكره تقسيم درجات دا اقصد. نمبر 1 يقول لك واتس ذا ويذر لايك توداي. كيف هو الطقس اليوم؟ فاذا تريد تدور عليهن انت حاول تحلهن. انا راح اعطيك الحل الرسمي اللي هو اي اتس ريني انه ممطر. الطقس الجو شونه ممطر ريني. نمبر 2 واتس ذا واتس شي دوينج. ماذا هي تعمل؟ ماذا هي تفعل؟ ما دام اكو شي ادور لي على فد شي اللي هي سي شيز كوكينج. نمبر 2 سي شيز كوكينج. نمبر 3 هاو لونج ار جريت وايت شاركس. كم طول اسماك القرش؟ اكو لونج فاكو لونج then if they're usually 4 meters long. هم عادة 4 أمتار الطول مالتهم. ال F. Number 4 يقول لك where is the classroom. أين هو الصف؟ مدد أوصف مكان. بالوير لازم ألقى حرف جر. It's on the left. هو على اليسار الصف. يعني number 4 A. Number 5 يقول لك what would you like to drink. ماذا ترغب بأن تشرب؟ شو تحب تشرب؟ اكو شي درينك فراح تشوف انه ووتر ينشرب اكيد اللي هي دي. I'd like some water please. ونمبر 6 are you drawing. هل انت ترسم؟ قاعد ترسم هسه؟ اكيد لا بالامتحان ما راح تقعد ترسم. فش راح تقول له؟ No I am not. No I'm not اللي هي 6D. جاوب 5 تترك واحدة. تعليم مسرع اللي هم الكبار اكبر من عندكم بالعمر بس الشهادة ترى نفس الشهادة هي يعني مساوية لشهادة السادس ابتدائي. بعدها question 3 فرع اي من 10 درجات. هذا فكرته ابو الكوركت او الكوركت. لو يطوهم جملة قواعديا يعني يشوفها صح لو خطأ او مفردات يعني على المعنى يشوفها صح لو خطأ. هسه ثاني كلهن على المفردات على المعنى يشوفن صح لو خطأ. الصحيحة يقولها correct. الخاطئة يقولها incorrect. Number one يقول لك a doctor teaches children. الطبيب يعلم الطلاب التلاميذ. فهذا الشيء أكيد خطأ وظيفة المعلم هاي. Question 3 هم الوظائف jobs ذني هم عندكم بالمنهج الجديد. Question 3A فنمبر 1 incorrect خطأ غير صحيحة incorrect. Number 2 يقول لك a pilot flies a plane. الطيار يحلق ويطير بالطائرة. هذا الشيء yes true صحيح correct. هنا أنا أريد incorrect و correct بس. Number 3 a teacher helps all people. المعلم يساعد الناس المرضى يعالجهم. فهذا الشيء خطأ incorrect. Number 3. Number 4 a cook makes flowers. الطباخ يصنع الورد الأزهار. هي المفروض food فإذا خطأ. Number 4 incorrect. الطباخ يصنع الأزهار لا يصنع الطعام المفروض الفود. Number 5 a journalist works on TV. الصحفي يعمل في التيفي التلفزيون. هذا شيء yes true صحيح correct correct. Number 6 a footballer plays football. لاعب كرة القدم يلعب كرة القدم فأكيد true yes صحيح correct يعني correct. جاوب 5 تترك واحدة تعليم مسرع.
موجودات طبعا هاي اهم بالنهج القديم هو نصا النحلوات. المهم السؤال بعده سؤال الخط، جاهم سؤال ثالث فرع بي، انت بالنسبه لكم كسادس ابتدائي منهج جديد الثابت عندكم سؤال الرابع فرع بي هو الخط، فما لك شغله هنا. المهم هنا الشيء الحلو كان عندهم، وحتى بالمنهج هو القديم كسادس ابتدائي او تعليم الزرع، الشيء كان حلو عندهم انه الجمله مع الخط بس تنقلها، لا تسوي حرف كبير، لا تسوي نقطه، لان هي جاهزات اصلا، هي باديه حرف كبير وهي منتهيه بنقطه، فبس تجيبها وتنقلها. I prefer the mountains نقطه، هي باديه حرف كبير وهي حروفها حلوه ومرتبه وهي منتهيه بنقطه، بس تنقلها تاخذ عليها 10 درجات، يعتبر كان مساعده. انتو سهم شويه مساعده، بس انتو شويه ويا يعني حرف كبير ويا نقطه ويا علامه استفهام ويا ذني اسماء العلم شويه، يعني لازم تنتبهوا لهن. هما كان بس هيجي بس مساعده، خط حلو واضح ومرتب و يعني تارك مجال بين الكلمات، حاط نقطه واحده بالاخير مو تارسها نقاط، يبدي بس بالبدايه حرف كبير، مو كل كلمه يبدي حرف كبير، ويكتب هذا السطر، هاي جمله الخط، مو يكتب منطوق السؤال، اكو هواي دا يكتبون منطوق السؤال وهذا الشيء خطا، دا ياخذون صفر حرامات، ياخذ السطر الثاني هو هذه الجمله، منطوق السؤال مالك شغله بيه، وحتى ما مترجمك اياه يعني بعد شيء يسوي لك حتى تندلها، هذا السطر هو الجمله. المهم قلنا هاي مال التعليم المسرع. بعده السؤال ال question 4A، السؤال الرابع فرع A، كان هذا جايهم توصيل مع الارقام، حلو موجود هو بالمنهج السابق، بس هسه بالنسبه للارقام على المنهج الجديد صارت ثالث ابتدائي ياخذون هاي الارقام ثالث ابتدائي، فهي كانت سادس ابتدائي، يعني المنهج هسه مال سادس ابتدائي ايش قد مكثف، بس انا اشوفه دي يقوي الطلاب، يعني هسه طالب ما قاري المنهج هذا ابد ما فاتح كتابه ويجي يصرح يقدر يحلها. المهم شلون راح نحله؟ ذني الارقام وذني الكلمات مالتن، يريدنا نوصل بس مو نجر خطوط، هاي ما حلوه الطريقه، نكتب الرقم ونكتب الكلمه مالته. راح نجي نمبر 1 question 4 فرع A، نمبر 1 اللي هي 20، اول رقم هذا 20، دور الكلمه مالته هاي 20 ثالث وحده كتبتها. اللي بعدها 70، دورها وينها 70، هاي قبل الاخيره 70، اللي وراها ثالث وحده 80، وينها 80 عافيه، هاي رابع وحده 80، وراها نمبر 4 30 وينها 30 عافية آخر وحدة 30، ال 50 وينها ال 50 ثالث ثاني كلمة 50، وال 45 الأخيرة هي أول وحدة 45. ذني خمسة تحل سوري ستة تجاوب خمسة تترك وحدة. بالنسبة لهاي شغلة ذني الأرقام العشرات نسميهن، الحلو بهن أن كلهن منتهيات بالتي تي تي تي، هاي هيك شوية حلوة تساعدك الفكرة. المهم جاوب خمسة ترك واحدة قلنا مال تعليم مسرع. بعده السؤال الرابع فرع بي اللي هو املاء، شيل ما عندك نمبر 1 يقول لك listen listened، التغيير اللي صار نقلت الفعل وضفت له ايدي. الهيلب شو تصير؟ تنقل همتين وتضيف له ايدي، فعل حلو قياسي ما بي اي مشكلة، بس ينقل ونحط له ايدي، سهل الاضافه الرايده هو اضافه ايدي الفعل الماضي. البان نمبر 2 صارت pens، التغيير اللي صار نقلت الكلمه وضفت لها اس الجمع. الكراين طبعا هاي بالنسبه للمعاني، listen يستمع، help يساعد، البان قلم جاف حبر، كراين قلم تلوين الوان. الكراين نفسها بس حط لها اس، كراين كراينز. نمبر 3 do doing يعمل يفعل، صارت ضفت لها اي ان جي، نقلت الكلمة نفسها وضفت لها ان جي. اذا هاي الكلمة شو سيلها؟ احنا عندنا عود قاعدة نقول اذا منتهية بحرف صحيح وقبل علة واحد تضاعف الحرف الصحيح وتضيف له اي ان جي، بس هي هنا منتهية بحرف صحيح وعلة اثنين، فبس انقلها وضيف لها اي ان جي، اكو هواي طلاب يقعون بها. الايت ايتنج هي حلوة وسهلة بس تنقل وتضاف لها اي ان جي، واكو طلاب يخطئون بها اللي هي ياكل. نمبر 4 اي هاف اختصارتها ايف، انا لدي امتلك. الشي هاز شلون اختصرها؟ اكو طلاب يخطئون بها، هي هاي ينحذف من عندها الاتش والاي، شلون هاي قبلها انحذفت من عندها الاتش والاي، هاي هم محذوف من عندها الاتش والاي وبقي بس الاس فارز اس. شي هاز شيز هي لديها تمتلك. الاولد عكسها يانج، كبير بالعمر صغير بالعمر، عكس عرفتها الكلمه اصلا متغيره وكو حرامه اكس بيانتن.
الفاست اللي هي سريع، عكسها شنو؟ سلو اللي هو بطيء، فاست سريع، العكس مالتها سلو بطيء. نمبر 6 الساندي يقول لك هي كلمة داي، الساندي يعني يوم الأحد، هو يعود لمجموعة الكلمات مال أيام، يوم هو من الأيام. جانواري يعود لشنو؟ هذا اللي هو شهر الواحد، الشهر الواحد يعني كانون الثاني يعتبره، هذا يعود لمن؟ للمانث. خوش، جانواري هو مانث. أوكي، جاوب 5 تترك 1. بعدها قلنا هاي مع التعليم مسرع. البعدة السؤال الأخير من 20 درجة الإنشاء، شلون أنتوا هسه الإنشاء ما تكون من 20 درجة؟ بس هما الإنشاء ما تهم يعتبر أسهل. ليش؟ لأنه بس تنقل وتغير، تغير الضمير والفعل وصفة التملك، ها هي الضمير أو الاسم تغيره، الفعل أضع مضيوف الأس تسوي مجرد، وال فعل سوري صفة التملك تحولها الصفة المناسبة لك. المهم هو يريدك يقول لك اقرأ عن علي وبعدين اكتب عن نفسك yourself، فراح تجي علي always goes to school on Monday، علي دائما يذهب الى المدرسة بيوم الاثنين، راح تجي تسويها تحولها على نفسك. question 5 تجي العلي راح يصير I، هذا تغيير واحد. الalways تنقل، الجوز فعل مضاف الى الشخص الثالث راح يصير جو لانه الاي تريد جو. التو سكول اون ماندي بس تنقل تو سكول اون ماندي نقطه. هي اوفن ووكس، هو غالبا عاده يتمشى. اي اوفن ووك، الاي بمكان الهي والووك بمكان الووكس فعل مجرد. هي سمتايمز هيلبس هيز فاذر، هو بعض الاوقات يساعد والده، اللي هي راح تصير I sometimes، والhelps راح تصير help، والhis راح تصير my father. I sometimes help my father، أنا بعض الأوقات ساعد والدي. والأخيرة he likes his school، راح تصير I like my school، هو يحب مدرسته صارت أنا أحب مدرستي. 10 تغييرات، التغيير الواحد عليه 10 درجات، وهي الكتابة مالتك والترتيب والأمور، وناقلهن كلهن مناسب بقية الكلمات تاخذ 20 مضمونة. مال تعليم مسرع ما بيترك هذا 20 درجة هو كإنشاء. إن شاء الله استفدتم، نسأل الله القبول، نسألكم الدعاء، شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع. ذن موقعنا اللي يريد يتواصل ويانا، تحياتي لكم، مع السلامة، شاركوا لكي يستفد الآخرون.